الحكم انا على حساب ولدي كنت كنمشي للمحاكم منذ عامين دابا هادي. ولدي قال لي بقى شي المحاكم يا بابا وما بقاش له الفيديوهات كنت كنلوح الفيديوهات ما بقاش كنلوح الفيديوهات ما بقاش له الفيديوهات حيد داك الشيء عفوا ما بقاش له هذاك الشيء فعلا جلست في حالي العالية الإفراغ جاني حكم بالإفراغ أنا ما مشيت المحاكم ما جلست على دواساق ما جلست على استدعاءات ما جلست على كيجي داك الشيء محكوم كيتحكم وكيجي جاني حكم محكوم خوي الدار لأنه ملي كيحكموا في هذه البلاد أنا 20 عام وأنا معاهم وعندهم سرقة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وتا واحد ما هضر معاهم وعيت ما نشكي عليهم ما كاين حتى شي واحد كيدير أنا الأوراق ديالي ما كيتقراوش نهائيا هما اللي كيحكموا في هذه البلاد هما اللي كيحكموا الإبن ديالي ما تدخلش لأن هما ما تيخلوش يتدخل هما اللي طاغين على هذا الشيء كلشي حيت هما كيبغوا المال فلوس لا غير كيبغوا المال ولدي ما فراسوش كون فراسو ولدي كون دخل ولكن هما ما تيغطيو انا مريض انا عيني مابقاش كنشوف بها انا فيا السكر كنتاكل فراق والفانيد والطونسيو كلشي الامراض داروا عليا هاد الناس هادو على قبل ديالي دابا انا ما كنشوفش تقريبا انا كنتوجه ليه باش يشوف هادشي اللي غادي تنشر ويشوف بحق الوالدين هادشي نقول ليه انا هو والله يعاونو الله يرضي عليه والله يزيدو كيجي المغرب كيجي كان في موازين كان هنا انا ما نقدر نقول ليه والو انا هو كيشوف كل واحد كيشوف بعينو ماشي يقول لك تقول لي دير لي فعل لي راه هو كيشوف كل واحد كيشوف راه المغرب هذا انا ملي كنت نسكن في حي مول عبد الكاتر ميطاج مهلي فيهم صيفطو مع الوداد باقي لا عنده 10 سنين صيفطو لاسبانيا كنت ندخلو سميتو عليه الوداد ولا بيسينات دير لي شافور ديالو خاص يديه ويجيبو يا وارجع في الله لا اله الا الله لا اله الا الله انا وصل ماشي ما وصلش انا داك الشيء التمارين ضربت وفلوسي خسرت كري ماشي هي الفلوس ديال دابا بغيتهم باش يقراو باش يتعلموا باش يعني ميريكان عرفتي شنو ميريكان الحمد لله خدا الجنسيه الامريكانيه خدا الجنسيه الامريكانيه ويلي الحمد واش نطلب منو راه هو كيشوف داك الشيء الا شاف داك الشيء رانا باه كيف ما كان الحال رانا باه بغا يشوف من حالي عطاني شي حاجه الله يخلف عليه شري لي شي حاجه الله يخلف عليه باش الله يخلف عليه الشيء اللي نقول انا هو